يقول السائل: لي في بلدي مال يفوق النصاب، ولقد أعطيته لتاجر لكي ينميه لي، ثم احتجت لهذا المال، ولكنني لما طالبته به أخبرني بأنه لا يستطيع أن يعطيني شيئا لأنه فرضت عليه ضرائب، أخذت المال كله، وأنا أطالبه منذ 8 شهور ولكن بدون فائدة، وعلي ديون ولم يبقى معي شيئا، فهل يجوز لي أن آخذ من الزكاة؟ أفتونا مأجورين. ما دام الحال كما ذكرت أن مالك صار عند هذا الرجل وضاع من عنده وأخذ بالضرائب ولم يبقى عنده شيء وصار معسرا، وأنت عليك ديون ومحتاج، فلا مانع أنك تأخذ من الزكاة، لأنك أصبحت فقيرا ومالك ضاع وعليك ديون، فأنت من أهل الزكاة تأخذ منها.